نظم النادي العلمي الكويتي ندوة عن الغوص العميق استضاف خلالها الغواص المصري أحمد الجبر، حيث تحدث عن تجربته في الغوص خصوصا بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية على خلفية غوصه على عمق 332 مترا. خططت الغطسة بتاعتي الجداول، طبعا كان مهم بالنسبة لي الجدول. الجدول كان من شركة اسمها كوميكس. شركة كوميكس دي تعتبر من أكبر شركات الكوميرشال دايفنج أو الغطس التجاري في هي مكانها في فرنسا، بالتحديد دكتور اسمه دكتور بول هو اللي عمل لي الجدول بتاعي، وكنت مخطط إن أنا أنزل 300. هجيب الإكويبمنت ديت إزاي؟ إيه اللي ممكن يستحمل الحاجات ديت؟ أو إيه اللي يستحمل الأعماق ديت؟ مفيش حد كان ممكن يديني الإجابة بتاعت السؤال دوت غير هو أنا.